بعض الناس وخاصة الأطفال يلاحظون انتفاخ ووجود كرات في هذه المنطقة أو هذه المنطقة. طبعا هذه الكرات هي غدد لمفاوية موجودة بالجسم، وخلنا نتعرف عليها أكثر في هذا البوست. المعلومة الأولى، الغدد اللمفاوية جزء من جهاز المناعة اللي موجود في أجسامنا، وعلى فكرة مو بس موجودة بالمنطقة هذه، أيضا موجودة في تحت الإبطين وفي البطن وفي الفخذين. والمعلومة الثانية، الغدد اللمفاوية تفاعلية، إذا في التهاب بالإذن أو اللوستين طبيعي يطلعون كرات وينتفخون، طبيعي ولاد حالتي. معلومة الثالثة، إن هذه الغدد اللمفاوية حتى إذا انتفخت لا تحتاج علاج ولا تحتاج إلى مضاد حيوي، عطها من أسبوع 10 أيام أسبوعين وراح تخف. معلومة الرابعة، وهي قاعدة مهمة، إذا كان الانتفاخ من دون ألم هذا يعني أن الالتهاب موجود في منطقة مجاورة نفس اللوستين أو نفس الإذن، لكن إذا الغدد اللمفاوية منتفخة فيها ألم هذا يعني الالتهاب فيها، وفي كل الحالتين ما تحتاج إلى علاج، أسبوعين وراح يخفون. معلومة المهمة الأخيرة، متى تراجع الطبيب؟ تراجع الطبيب إذا الانتفاخ زاد على 3 أسابيع راجع الطبيب، إذا الانتفاخ كان وايد مؤلم راجع الطبيب، وإذا الانتفاخ صار في كل الغدد اللمفاوية وصاحب ذلك فقدان وزن وصاحب ذلك تعب ووهن أيضا راجع الطبيب. معلومة أخيرة، إذا أنت وانت صغير نفسي دائما تيك اللوز، حط إيدك ترى راح تحس بهذه الكرات من آثار التهابات الطفولة. فأتمنى تعرفنا على الغدد اللمفاوية وانتفاخاتها.